عبارة العذر بالجهل، متى يعذر الإنسان بالجهل؟ إذا كان ما يمكنه زوال الجهل، ليس عنده علماء ولا يسمع كلام أهل العلم ولا يقرأ ولم يصل إليه شيء، فإنه يعذر بالجهل في هذه الحالة. فالجهل الذي لا يمكن زواله يعذر به. وأما المسائل الخفية، لأن المسائل على نوعين، مسائل ظاهرة ومسائل خفية. مسائل الظاهرة يكفي أن يسمع أهل العلم، يسمع المحاضرات، يسمع الدروس، يسمع القرآن، يسمع القرآن وهو يتلى وفيه الوعد والوعيد وفيه النهي وفيه الأمر وفيه في الأمور الظاهرة. أما الأمور الخفية فهذه يرجع فيها إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.